مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج ميديا كافيه وفقرات جديدة من عالم الصحافة والإعلام. أهلا بكم في حلقة اليوم. دور دوائر الإعلام بالوزارات والمؤسسات الحكومية بتعزيز ثقة المواطن بالحكومة. وضمن جولتنا الميدانية رافقنا الزميلة ديما دعنا في حفل إطلاق توقيع كتاب مقدسيون يروون الحكاية، ولقائنا الأخير بحلقة اليوم مع الأياد الخيرة للزملاء الصحفيين وحملة أمل التي قادها زميل علي سمودي. تابعونا. دور دوائر الإعلام بالمؤسسات الحكومية والوزارات بتعزيز ثقة المواطن بالحكومة وإطلاعه على الإنجازات وإشراكه بالأهداف والمضامين، وهل فعلا دورها يقتصر على علاقات عامة؟ وما مدى ثقة المواطن والصحفيين بالمواد المنشورة من قبل المؤسسات الحكومية؟ محاور نقاشنا مع الأستاذ جمال الدجاني مدير مركز الإعلام الحكومي، والزميل محمد العواودة مسؤول الإعلام الإلكتروني بوزارة الصحة. باسمكم مشاهدينا نرحب بالأستاذ جمال الدجاني مدير مركز الإعلام الحكومي، والأستاذ محمد العواودة مسؤول الإعلام الإلكتروني بوزارة الصحة. أهلا بكم. نبدأ معك أستاذ جمال. بالأساس أسست دوائر الإعلام بالمؤسسات الحكومية خصوصا بالوزارات، اللي يعني تقريب وجهات النظر ما بين المؤسسة الحكومية والوزارة وبين المواطنين عن طريق الصحافة والإعلام في البلد. برأيك كيف تقرأ الخطاب الإعلامي لهذه الدوائر الإعلامية في المؤسسات الحكومية؟ والله أنا هلأ سعيد جدا أن أكون معك. فبصراحة إلي شهر بعمل دراسة عن الوضع التواصل الاستراتيجي في مكتب رئيس الوزراء، لأن هذا من ضمن وظيفتي، وطبعا مركز الإعلام الحكومي، وبطلع من الداخل ومن الخارج كيف التواصل مع المجتمع مع الجمهور في بقية الدوائر الوزارات عندنا. وأنا سعيد جدا أنه معي الأخ من وزارة الصحة. يعني اخترنا لك نموذج فعال. نموذج فعال لأنه في عدم توازن بصراحة، يعني في بعض الوزارات نشيطة في الموضوع الإعلامي. هي معروف أستاذ الوزارات الأكثر احتكاكا بالمواطنين زي الصحة والتربية هي أكثر الإعلام نشاطا يعني. ولكن هلأ أهم نقطة إحنا بالنسبة لنا هي تكون تنسيق بين مكتب المركز الإعلامي وبين الوزارات. يعني يعني في مخططنا جلسة نقعد مع الجميع ونقوم بعملية استراتيجية كيف نكمل الحلقة. نعم، احنا اكيد رح نحكي عن مخططات التطوير بشكل او باخر من خلال نقاشنا، لكن بالبداية خلينا نجاوب على السؤال، كيف تقيم او ما مدى رضاك عن اداء الدوائر الإعلامية في المؤسسة الحكومية بالوزارات؟ الخطاب الداخلي والخارجي الموجه للشعب الفلسطيني والموجه للعالم. أحكيك بصراحة بالناحية من الخارجي، نبدأ بالخارجي لأنه أنا عندي نظرة من الخارج إلى الداخل ومن الداخل إلى الداخل. من ناحية الخارجي للأسف الشديد عندنا ضعف، عندنا يعني تقصير، مش بس أنا بحكيش بركزش على وزارة، حتى في الإعلام الحكومي يعني بالنسبة سواء في أمريكا أو في أوروبا إلى آخره. انت بتعرف انه في جمله بيستعملوها في الاعلام خاصه في الخارج، وهي اذا في دماء تكون هذه عنوان الجريده، if it bleeds it leads. يعني في الخارج بينتبهوا على القضيه الفلسطينيه لما يكون عندنا كارثه مثل حرب على غزة. نعم. أو أشياء ثانية ما مش راح ينتبهوا. تعودوا من عندنا على الأخبار الدسمة. على الأخبار الدسمة. فبالتالي الأخبار الثانية ما بتعني. الأخبار الثانية واليومية مثلا. نعم. شو اللي بصير للمزارعين، الانتهاكات من المستوطنين. نعم. إلى آخره. يعني اليوم كنا نتكلم إنه في كان أربعة من القتلى، يعني في أربع شهداء. يعني في عندك أشياء يومية بتحصل. صحيح. ولا بتوصل للخارج، يعني أشياء ممكن توصل عن طريق السوشيال ميديا الإعلام الاجتماعي، ولكن والمراسلين الموجودين للقنوات الأجنبية الموجودين بالبلد أساسا، حتى هم الموجودين في هالبلد ولكن مش عمالهم بيطلعوا الخبر، لأنه إحنا كمان عندنا نقص. يعني إحنا عندنا نقص
انه كيف نقدر نوصل لهم الرساله ونضلنا وراهم في الموضوع هذا. نعم. فمن ناحيه الخارج في نقص كثير، هذا من 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 مهمتي، يعني انه مهمه الاعلام الرسمي، الاعلام الرسمي ان نعم. ان نركز عليه، يعني حتى نوصل لتوازن. انا اللي بحكي مع التوازن نعم. بالنسبه طيب الاعلام الداخلي، هلا الاعلام الداخلي انا اظن في يعني الرساله اوضح بالنسبه للمواطنين. الاعلاميين هان ماذا تقصد باوضح؟ يعني اوضح لانه دائما المواطنين ما عندهم مش رضا على اداء الوزارات والوزراء، فبالتالي كيف اوضح؟ اوضح لانهم هم من اقرب الى الصوره. نعم. يعني الصوره انا اللي بحكي عنها حكيت على بيعتمد على نشاطات الوزارات. يعني انت قصدت اوضح بخصوص اعتداءات الاسرائيليين على الشعب أوضح الفلسطيني، ولكن هذا مش دور دوائر الاعلام في المؤسسه الحكوميه. لا بس له تاثير لما نحكي مثلا عن الصحه، يعني الصحه بتيجي اول الاخبار لما بتصير اعتداءات، لما بتصير عندك شهداء الى نعم. اخره. مثلا وزاره الصحه لها دور في هذا الامر. في الاشياء الثانيه في نقص، يعني دائما في نقص انه نعم. المواطن احنا، وهذه شيء مهم انه كيف توصل على اي دور، دور الحكومه الرئيسي لما نحكي بتوصيل رساله الحكومه، من اهم شيء انه الشعب بيكون يعرف ان الحكومه بتشتغل للشعب، مزبوط نعم. لمصلحه المواطن. فلما بتقولي انت المواطن بيقول ما بتوصلناش، معناته في ضعف في هذه الناحيه. نعم. الناحيه الثانيه انه تعطي امل لهالمواطن، امل يكون صادق، يعني يعني لما في كمان كثير اشياء وانجازات من نعم. من الحكومه نفسها. طيب مش واصله هاي الفجوه المعلوماتيه اللي بين المواطنين وبين الوزارات. يعني الوزارات والوزراء اكيد بيعملوا، اكيد بينجزوا، اكيد بيبنوا مستشفيات ومدارس، واكيد بيفتتحوا مصانع واراضي زراعيه وبيدعموا المزارعين. في ازمه ثقه عند المواطنين اتجاه الحكومه، اتجاه اداء الوزارات والوزراء. سببها الرئيسي باعتقادي اللي هو الواجهه الاعلاميه لهذه الوزارات. الوزارات هاي ما بتعبر عن نفسها. برايك هاي الفجوه ليش؟ اول شيء انه ما فيش تواصل بين الوزارات. يعني اي المهمه الاولى انه يكون في علاقات متينه بين الوزارات والاعلاميين. يعني مثلا على سبيل المثال برن عليك التلفون من الاعلاميين، مين بيجاوب عليه؟ مين عنده المعلومه؟ فإذا ما فيش تجاوب بين المسؤولين، مين المفروض يوفر المعلومة؟ مش مركز الإعلام الحكومي؟ مركز الإعلام الحكومي ودوائر الإعلام الوزارات. بتسألين على الوزارات، إحنا مركز الإعلام الحكومي هلأ في عنا برنامج له. نعم. يعني مركز الإعلام الحكومي سواء مثلا من مين المتحدثين باسم الحكومة. نعم. إذا عنا هلأ عين متحدث رسمي نعم باسم الأستاذ الحكومة، يوسف المحمود. يوسف المحمود. فأنا بأكد لك إنه الأستاذ يوسف المحمود راح يجاوب أي أي تلفون. بتوقع هذا مش حل عملي، لأنه يعني بعرفش كم وزارة بالضبط، بس عدد كبير من الوزارات. إذا كل صحفي بده يسأل سؤال بيخص أي وزارة، حكم محلي ولا صحة ولا تربية وتعليم ولا وزارة الأوقاف، كله بده يجي على مسؤولية الأخ أو الزميل يوسف لا محمود. لا مش شيء عملي، لا مش عملي، حيوصل للحظة مش قادر يرد على كل التليفونات. لا يعني يعني إحنا من تسألت إحنا شو اللي عندنا هلا. نعم. بالنسبة الخطوة الثانية هي التنسيق بين كل الوزارات. يعني إحنا عندنا هلا أنا دعوة إنه نقعد بين كل المكاتب. هاي دي من الخطط التطويرية. هذه من الخطط التطويرية. طيب خلينا عشان يصير نسمع عنا حلقة من محمد كيف بيشتغل حاليا وكيف اشتغل بالفترة السابقة أثناء المواجهات، هي الفترة اللي كل الزملاء الصحفيين تعرفوا على زميلنا محمد فيها طبعا من نشاطه والأشياء اللي كان بنشرها أول بأول. محمد برحب فيك مرة ثانية، أهلا وسهلا. كنت لافت جدا بالمواجهات الأخيرة أول بأول، معلوماتك دائما جاهزة وبالأسماء بالأرقام كل شيء كان تمام. بعض المرات التي أخفقت فيها بمرات قليلة للأمانة، يعني إيش بتحتاج محمد لتطور شغلك؟ أول شيء إحنا في شغلنا مثل اللي حكيتي إنه تعرف علينا الصحفيين
وبرز دورنا في المواجهات الأخيرة. نعم. للأسف يعني أنه في مواجهات بس طبعا. مش للأسف أنه تعرفنا على الإعلام. في عنا أكثر من شغلة دعمتنا أنه خلتنا نواصل مرات ننام على الواحدة في الليل ثنتين في الليل وإحنا نزود الإعلام في المعلومات. نعم. عنا أكثر من شيء دفعنا لهذا الشيء. أول شيء شعور وطني عند أي موظف. ثانيا عنا لازم يكون في أي مؤسسة مثلا بدأخذها كوزارة الصحة اللي هو الرأس الهرم. رأس الهرم إذا أعطاك مساحة وحكى لك هذه المساحة وامشي فيها بتبدع. خصوصا إحنا جيل الشباب اللي متخرجين جديد اللي لهم واللي بدهم يشتغلوا. فلما يعطيك مثلا كوزير يعطيك دفعة ويحكي لك اشتغل أكيد راح تنجز وراح تشتغل. عندنا أكثر من شيء كمان ساهم في تطوير عملنا اللي هو تواصل الإعلاميين معنا. يعني حتى في بعض الصحفيين كانوا يتصلوا علي يحكوا له يعني يحكوا إنه عندكم قصور في الناحية هاي، عندكم يعني إبداع في الناحية هاي، فلو يعني تسدوا فجوات. فكنا نأخذ من الصحفيين أنفسهم اللي هم في الميدان وهم عندهم خبرات لو نراكمها بتكون يعني أكبر من خبرتنا بكثير. فخبرة الصحفيين برضو إحنا استفدنا منها بشكل كبير جدا. وردود فعل الجمهور برضو. طيب الصلاحيات التي كنت تمتلكها أثناء هذه التغطية المستمرة كانت. نعم. كنت محتاج بكل معلومة ترجع تأخذ موافقة على نشرها؟ لا، إحنا عندنا كانت السياسة عامة حددها معالي وزير الصحة دكتور جواد عواد. نعم. نمشي ضمنها. اللي هي السياسة إنه الخبر قبل ما أنشره لازم يكون 100% صحيح. نعم. إذا قدرت إنه أخليه 101% بوفرش. نعم. صحيح. أي خبر بتحقق منه سواء من إصابات سواء من شهداء بنشره فور تحقق نسبة 100%. هذا هو المحدد الوحيد كان اللي هو المصداقية تكون 100%. نعم. نرجع لك أستاذ جمال، يعني حابب أنك تعقب شوية على اللي حكى زميلنا محمد. الله دور يعني اللي حكى مزبوط، هو بالناحية لازم يكون عنده صلاحية يعني بده يتكلم في موضوع دقيق مثلا لازم يكون عنده صلاحية ويكون عنده تفاعل بشكل سريع مع الإعلاميين. انت بتعرفي من الإعلاميين بدهم الخبر يعني مش اليوم، بدهم اياه امبارح. نعم. فإذا بتصير بيجي عندك طلب وبتقعد تستني انه عندك رد رسمي. نعم. بتروح القصة هاي. فهذا من احد اسباب النجاح اللي عندهم اياه. نعم. يعني انت متفق مع محمد، وكان القصد اساسا من تحويل السؤال هو تعقيبك بالضبط اللي عقبت عليه له علاقه بالبيروقراطيه الاقل في نشر الخبر وفي استخدامه وتوزيعه على الصحفيين لدى دوائر الاعلام بالمؤسسات الحكوميه. هذا مهم كثير. نعم. وبعدين اظن انا تكلمت مع محمد في السابق انه مثلا هلا بطل الاعلام يعني الإعلام مثل مكان اللي هو الترديشنال ميديا يعني التقليدي، عندك الملتي بلاتفورم أو الآليات الحديثة اللي هم عمالهم بيستعملوها، استعمال الفيسبوك وتويتر وإنستغرام إلى آخره. يعني هذا إشي مهم كثير. صحيح. كيف تقدر توصلي للمواطن العادي. تذكري شغلة ثانية، مثلا إحنا عندنا نسبة الشباب اللي تحت 25 نسبة هائلة بالنسبة للفلسطين. نعم. ومعظمهم بتوصلهم المعلومة عن الطريق الحديثة. نعم. مدام عندكم هاي المساحة لكل الناطقين الإعلاميين بالوزارات أو المسؤولين عن السوشيال ميديا أو المسؤولين عن دوائر الإعلام بالوزارات، عندكم هاي المساحة اللي بتخلوهم يتصرفوا حسب الحدث بدون أي أوردرات أو أوامر مسبقة أو أذونات مسبقة، لماذا يشتكي بعض الصحفيين إذن من دوائر الإعلام الموجودة في بعض الوزارات السيادية؟ بدي أرجع لنفس الشيء أحكي لك إياه. أنا إلي 4 أسابيع في في المنصب هذا، وهذا من أهم الأشياء اللي بديت فيها. هي أنا حرصنا نستضيف حضرتك يعني من البدايات عشان نبني علاقة طيبة بين وضع برنامج استراتيجي. هلا بدينا إحنا من فوق إلى تحت top down استراتيجية. هلا تركيزي أكثر تركيز إلي في الوقت الحاضر هو مكتب رئيس الوزراء. نعم. أهم نقطة. الثانية مركز الإعلام، وبعدين نطلع للوزارات الموجودة بنجتمع مع كل المسؤولين هناك. يعني بصراحة
احنا عندنا فقد كثير في اول شيء عندنا تقييم، خلينا نكون صريحين، الانسان المناسب في المكان المناسب. خلينا نكون واضحين في الموضوع هذا، هل يوجد الانسان المناسب في المكان المناسب في الوزارات اللي بنتكلم عنها؟ يعني هل عندهم خبره اعلاميه؟ هل عندهم عدد كثير مثلا من الاعلاميين التقليديين؟ هل عندهم تركيز على السوشيال ميديا؟ يعني هذه كله من ضمن دراسه وبعدين تنسيق. وان شاء الله بنقدر نتعاون معهم جميعا. والشيء الثاني المهم انه ما احنا عندنا مثلا، انا بالنسبه لي اهم متحدث في موضوع الحكومه رئيس الوزراء فرضا، ممكن يكون الوزير نفسه اهم المتحدث. يعني مش ضروري يجوا عندنا الصحفيين، لما يجوا عندنا الصحفيين لمركز الاعلام ومناش نكون يعني دكانه. هذا اذا اعتاد الصحفيين الخروج بمؤتمرات صحفيه كل فتره والثانيه ليحكوا عن جزات الوزارات، للاسف هذا شيء مش لا ما هو مش معمول به بشكل دوري. خلينا نقول يعني مش معمول، لانه برضه احنا ما فيش يعني الصحفي، يعني الصحفي راح ياخذ في كثير من الحالات اسهل طريق. يعني اسهل طريق مين بيعطيه المعلومه بسرعه، مين حسب شو طبيعه المعلومه، شو دوائر الاعلام او مكتب الوزير نفسه. اما مثلا لما يعرفوا انه مثلا انه احنا عندنا مركز اعلامي عنده تواصل مع جميع الوزارات، انه بنقدر احنا نزوده مثلا هذا في الموضوع، في موضوع المياه تكلم مع فلان، في هي عندنا الرقم واحنا ممكن نثق لك انه يكون هذا الشخص موجود، لانه راح يكون عنده الاجوبه والارقام اللي ما عندنا اياها. نعم. طيب نرجع لك محمد، خلينا نحكي شوي عن الاعلام الالكتروني. الى اي مدى سهل عليك مهمتك؟ بشكل كبير جدا، لانه الاعلام الالكتروني زي ما بنعرف جميعنا هو إعلام سهل التعامل معه وسهل الوصول لأي مواطن، سهل الوصول لوسائل الإعلام. في الإعلام الإلكتروني اللي إحنا اتبعناه في وزارة الصحة، طبعاً بدي أشير لشغلة إنه في الهيكلية ما في موجود إشي اسمه إعلام إلكتروني في هيكلية الوزارة، لكن عندنا الوزير هيكلية أغلب المؤسسات الموجودة. نعم البلد يعني، لكن بعض المؤسسات استحدثوها حديثاً. صحيح، بس بأكد لك إنه إحنا بهيكليتنا في الإعلام الإلكتروني، في يعني هذا بشرة خير يعني موجود يعني في الهيكلية. هيكلية هاي بدأت نعمل 2015 و2016 لازم يكون فيها يعني دائرة الإعلام الإلكتروني، هذه موجودة. هي لازم تكون اقتناع المسؤول في أي وحدة، في أي دائرة، في أي مؤسسة اقتنعوا بالإعلام. إذا اقتنع بالإعلام اعرفي أنه شغل الإعلام في هذه المؤسسة راح يبدع. في عنا في وزارة الصحة في اقتناع بالإعلام من المسؤولين ومن معالي الوزير، فبالتالي أتاح لنا اللي هو نشتغل على الإعلام الإلكتروني دون وجود هيكلية ودون وجود شيء في الهيكلية موجود اسمه الإعلام الإلكتروني. بدي أرجع لسؤالك إنه أهميته كيف ساعدنا. ساعدنا بطريقة إنه الطرق التقليدية للتواصل مع الإعلاميين تقريبا اختفت في وزارة الصحة عنا. يعني مثلا حتى استخدام الجيميل اللي هو في بريد الإلكتروني نبعثه لوسائل الإعلام شبه اختفى. يعني صرنا نستخدم مثلا نبعث لهم على الواتساب لأي صحفي. عندنا مثلا على تليجرام لأي صحفي بيصلوا بثواني بيكون واصله، مش فيش داعي انه يصلوا على الجيميل ويعاود ينزل وينزل صور وينزل. فصار المعلومه تصل للصحفي وفي نفس الوقت تصل للمواطن. نعم. طيب نرجع لك استاذ، كل يوم بنرصد شكاوي عن طريق وسائل الاعلام المختلفه ضد بعض الوزارات وبعض السلوكيات من بعض الموظفين داخل هذه الوزارات. كيف كمركز إعلام حكومي بمخططكم الجديد ستنظرون في هذه الشكاوي؟ احنا اهم شيء بالنسبة لنا انه الشكاوي هاي تتحول لنا. يعني اعطيك مثال، اللي هي اساسا بتطلع على وسائل الإعلام، بتطلع على وسائل انت بس بتطلع على وسائل الإعلام، بس انت حكيتي انه بتوصل للوزارات. هل لهم الوزارات وسائل مثلا من خلينا نقول صفحتهم الويب سايت تبعتهم او اذا بيستعملوا الفيسبوك؟ يعني الشكاوي هي عماله بتيجي لهم عامه او محدده، يعني من المواطنين في موضوع معين حتى توصلنا احنا. نعم. طيب برايك ما هي الطريقه الامثل لاي صحفي او اعلامي لنقل هذه الشكاوي للجهات المعنيه؟
ايش بتقترح الصحفيين عشان صوت الناس هاي اللي بتشكي يوصل اكثر؟ هي الشكاوي يعني اهم شيء الصحافي انه يحطها، احنا ما عندنا مشكله انه الصحافي يطلع هالشكاوي هاي، ولكن انا بتطلع يعني ما تكونش القضيه بس شكاوي، يعني طريق واحد مش طريقين. نعم. يعني اذا طلعت الشكاوي انه مهم كثير في الجهات المعنيه في الوزارات يكون عندهم تواصل واجوبه، يعني بس نحط شكاوي نحطها في هيك الهواء مبعثره، شو بدها تكون لها اهميه؟ يعني اهم شيء انه هذه الشكاوي يكون لها اما موجهه لجهات معنيه، والجهات المعنيه يكون عندها تقصد استاذ عند عرض هذه الشكاوي يكون موجود بنفس الحلقه او بنفس التقرير الراي الاخر، الراي الحكومي، الراي الاخر. طيب في حال وكالعاده وبتحدث كثيرا اعتذر او لم يقبل ان يصرح بما يخص الموضوع، اي وزير او ناطق اعلامي او شيء من هذا القبيل، يعني مرات مش راح يقدر يجاوب على كل. انتم كمركز اعلام حكومي مستعدين للتعاطي مع هذه الشكاوي والتعامل معها؟ لا، احنا كمركز اعلامي ممكن نوجه هذه الشكاوي للمسؤولين، يعني احنا ما بنتكلم بكل اسم كل وزير او عندنا الاجوبه، يعني الشكوى لازم يكون عندها لها جواب. نعم. فالجواب عند مين؟ مثلا المواطن عنده شكوى عن دائرة المياه. طيب. هذه الشكوى لازم توجه لدائرة المياه. نعم. ولازم يكون عندهم هم من استعداد انه يجاوبوا عليها. طيب. خلينا نحكي عن الخطط التطويرية لمركز الإعلام الحكومي، من أين ستبدأون؟ بالقوانين، بالطواقم، بالموظفين، من أين ستبدأون بخططكم التطويرية؟ هلا عندنا العدد من المحاور اللي احنا بنركز عليها. يعني لما نتطلع على رسالتنا لمخاطبة المواطن، يعني الإعلام المحلي، الإعلام العربي، الإعلام الأجنبي، يعني كلها إلها طريق وإلها مخطط. أول شيء هلا بدينا إحنا في الاستراتيجية، عملنا استراتيجية وتغيير الهيكلية بالنسبة مثلا كيف نعمل. هلا عندنا في الوقت الحاضر عندك بدنا نرجع مركز الاعلام، وفي عندنا مكتب الصحفي في رئاسه الوزراء، كانوا هذول عايشين كل واحد لوحده، ما فيش خط تقاطع او تواصل بينهم. فهلا احنا عملنا تعاون بين المكتبين، يعني هذه دائره صارت محور واحد بالنسبه للريسيرش، الدراسات، بالنسبه للبيانات الصحفيه، بالنسبه للتنسيق بين وبين الوزارات اللي تكلمنا عنهم في السابق. فعمالنا بناخذ خطوات اولويه، يعني ايش البرايورتيز اللي احنا راح نمشي عليها. محمد، لاي مدى برايك الوزارات بشكل عام وبالاخص وزاره الصحه بتوفر المستلزمات اللازمه لتسهيل عملك لنقل المعلومه بشكل واضح وصريح للزملاء الصحفيين؟ بما انه احنا بنستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الحديث، فهذا معناه انه انا ما في عندي ما فيش داعي انه يكون في مستلزمات او في يكون في معدات او شيء يعني له تكلفه، يعني لابتوب وش تشبك في النت انت وصلت لكل العالم، فما في شيء يعني مش موجود في اي وزاره. السؤال فقط التقنيات. تمام، هو جايك واحده. اقصد السياسات. تمام. الشيء الثاني انه يكون زي ما انت حكيتي يكون في معطيك مساحه تشتغل فيها. نعم. لازم المساحة تكون موجودة، ولا بتصفي موظف على كرسي وزيك، يعني ما في اختلاف ما بينك أي موظف ثاني داخل الوزارة بما أنك إعلام، أنت واجهة المؤسسة. شيء ثاني، إحنا كوزارة صحة عندنا مش فقط دائرة الإعلام هي واجهة الوزارة، إحنا كل طبيب، كل كادر، كل موظف في وزارة الصحة ويعكس وجهة نظر ويعكس صورة الوزارة. مثلا المريض إذا زار مستشفى سين أو مركز سين الصحي وتعامل مع الطبيب او مع الممرض او مع الفني، طريقه التعامل هي بتعكس برضه صوره الوزاره. نعم. طيب سؤال بامانه محمد، اذا رايت احد صحفيين عمل تقرير صحفي وانت حسيت انه كثير مهني ينتقد احد المستشفيات في البلد، كثير 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 شفنا، تقوم بعرضه على الوزير بشكل أكيد مباشر؟ اكيد اكيد
احنا في شغلات بتصلوا علينا بيحكوا لنا انه في تقصير ممكن يكون، احنا حاسين انه في تقصير، نحكي لهم اشتغلوا يعني. انا ما عمره حكيت لصحفي بهي للاماني انه، وانا يعني علاقتي مع الصحفيين كثير قويه جدا الحمد لله، ما عمر حكيت لصحفي تنشرش التقرير هذا. لا، اذا شاف هو من وجهه نظر صحفيه انه في قصور ينشر، وانا كجزء من شغلي انه اعرضه على معالي الوزير وانه يتخذ فيه. وكثير شغلات اذا تابعتي مثلا صفحتنا او مجموعتنا على الفيسبوك، كثير شغلات تقرير طلع وطلعنا حكينا انه صحيح ممكن كان في قصور وعالجناه كذا كذا، او عدلنا المعلومه انه ما في كان قصور وفي كان سوء فهم. نعم. طيب ننتقل إليك مرة أخرى أستاذ جمال، وهي المرة الأخيرة للأسف انتهى موعد فقرتنا. يعني خلينا نحكي شوي عن السياسات التطويرية اللي تقومون فيها. ضمن السياسة التطويرية اللي بيكون فيها مركز الإعلام الحكومي، هل ستضمنون انضمام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الحكومية لكم مباشرة؟ يعني علاقتهم فيكم من خلال توريدكم بالمعلومات أو العكس؟ لا، مهم كثير. يعني احنا اهم خطوه راح تكون لنا انه يكون عندنا خطه للتنسيق مع جميع الوزارات، يعني وكلمه موحده يعني هلا، والكلمه تكون عندها تركيز مش بس تكون مبعثره. والمصطلحات نفسها حتى في المصطلحات اللي بتستعمل بكل الوزارات في كل او في مواضيع مختلفه بتلاقيها مختلفة، يعني حتى المصطلحات. فلازم يكون عندنا خطة موحدة، خطة تعاونية، وتركيز مهم انه يكون المعلومة واصلة بشفافية. نعم. كمان يعني ضمن مخططكم حيكون في تعاون بينكم بدوائر الإعلام بالوزارات والمؤسسات الحكومية، ومش رح ينضموا لكم، مش هيك المخطط؟ القضية مش إنه قضية، هذه قضية فريق، يعني هذا فريق إعلامي. نعم. وليست يعني سيطرة أو هيمنة. نعم. على شو عمل مزارات. تكاملي عمل يعني تكاملي. الهدف أستاذ جمال من السؤال إنه يعني نطور شوي من دوائر الإعلام الموجودة عندنا بوزاراتنا، أقل ما فيها يعني أقل واجب تجاه الوزارات إنه يظهر عملها. الوزارات تعمل، وزراء بيعملوا بشكل يومي، وكل يوم في إنجاز في كل وزارة، إنجاز ما في يعني للأسف هذا الإنجاز مش واضح. معك حق، يعني أنا ما بقول. نعم. أنت بتحكي إشي غلط، وهذه مهمة يعني كل وزارة وكل مكتب إعلامي بكل وزارة إن وصلوا هذه المعلومة. يعني إذا عندهم كل هالإنجازات هاي، الإنجازات هاي مش مهمة بس تكون في تصريحات في في نعم. في مجلس. أستاذ يعني في دقيقتين إذا سمحت، ماذا ستفعلون لتتغير هذه الدوائر ولكي لا تبقى دوائر علاقات عامة فقط؟ أول خطوة لنا إحنا رح نجتمع مع جميع هذه الدوائر، نطلعهم على خطتنا الإعلامية. طبعا نجتمع مع المسؤولين الوزراء. نعم. ونقدر نخاطبهم بطريقة إنه يعطوا صلاحيات أكثر للمتحدثين عندهم، يكون عندهم المعلومات هاي حاضرة موجودة عشان يقدروا يساعدوا الصحفيين. نعم. في وصولها. نعم. أستاذ جمال مدير مركز الإعلام الحكومي، شكرا لك. محمد العواودة، شكرا لك. مشاهدينا احنا فاصل قصير ونعود لاستكمال فقرة برنامجنا لهذا المساء، ومعنا عندما تقطن القدس وتصبح من خلال عملك الصحفي جزءا من همها وصديقا صدوقا لمعاناة أهلها، تصبح الحكاية بحاجة لرواية أدبية إنسانية تروي بها ما بخاطرك لتصمد وتساهم بصمود أهل المدينة. الصحفية ديما دعنا بعد عملها الصحفي لسنوات بالعاصمة المحتلة واجهت جرائم الاحتلال بكتاب أيام زمان، مقدسيون يروون الحكاية، واحتضن مركز يبوس الثقافي بالقدس حفل الافتتاح، وكاميرا البرنامج كانت هناك. تابعونا. راح احكي كلمة
صغيرة هي مقدمة الكتاب، راح أحكيها حتى تعرفوا شو الكتاب، شو بحكي الكتاب، شو مضمون الكتاب، ومين هم الشخصيات الموجودة في الكتاب وكيف تأثرت فيهم. الله يرحم أيام زمان، كثيراً ما نسمع تلك العبارة تتردد على لسان الأجداد والجدات، فنظن أن زمانهم كان جميلاً، وحين نسمع حكاياتهم نصاب بالصدمة، لأن زمانهم لم يكن سوى فقراً وحرماناً وحروب وظلماً كبيراً. فهم عاشوا ظروفاً قاسية لم يعرف فيها الوطن إلا في ظل احتلال، فلا طفولة عاشوها ولا شباباً تنعموا به، وكبروا وهم يحلمون بالعودة إلى ديارهم وأراضيهم وممتلكاتهم التي سلبت دون سابق إنذار. حاولت إني أوثق التاريخ الفلسطيني منذ الانتهاء من بريطانيا حتى الاحتلال الإسرائيلي. هذا الكتاب بسرد قصص واقعية وقصص جميلة عن شخصيات وطنية عاصرت أحداث هذه الوطن. بحثت عن كتب التاريخ الثانية إنه هو بيحكي وقائع وشواهد من شواهد من القدس، شهادات حقيقية وواقعية بتحكي سيرة ذاتية عنها، وبالإضافة لتفاصيل حياتهم اليومية. رسالتي إلى الشعب الفلسطيني إنه نساهم في توثيق القضية الفلسطينية، نساهم في توثيق التاريخ الفلسطيني، وننشره للمجتمع المحلي وللعالم أجمع. كل الشباب، كل الفئات تشتغل على توثيق التاريخ الفلسطيني حتى نحافظ على الهوية الفلسطينية ونحافظ على التاريخ من الضياع والتزوير والتهويج بالذات. المرة الأولى التي يكون بها للصحفيين يد بمد العون لأصحاب الحاجة، فهناك العديد من الزملاء الذين نظموا حملات للمساعدة الإنسانية والمجتمعية. الزميل علي السمودي اختار زاويته بجريدة القدس ليكون همزة الوصل بين أصحاب الحاجة والمسؤولين. حملة أمل بعد الفاصل. باسمكم مشاهدينا مرحب بزميل علي صمودي منسق حملة الأمل، أهلا وسهلا علي. مساء الخير. علي، حملة الأمل هي حملة على جريدة القدس بشكل يومي يتم نشر قصص إنسانية بهدف جمع التبرعات لهؤلاء المحتاجين. احكي لنا بالبداية كيف بلشت هذه القصة؟ نعم، أنا منذ بداية عملي كصحفي كنت أركز على هموم وقضايا المواطنين ومعاناتهم، وأتلمس بشكل كبير مدى المآسي التي يعيشها هؤلاء المواطنين، والتي ليس لها نصيب كبير في الإعلام، كون الإعلام في بداية عمل الصحفي كان يركز على قضايا الاحتلال والوضع السياسي. وبالتالي اتخذت هذا المنحى، بدأت أكتب قصص وهموم الناس، ركزت على أن أكتب قصص وهموم الناس بطريقة مهنية وموضوعية تبرز قضاياهم وتسلط الضوء على معاناتهم بطريقة تحافظ على تعففهم وأيضا تحافظ على حياتهم ووضعهم الاجتماعي. في البداية كنا نعتمد من عملية النشر عبر صحيفة القدس على المناشدات والنداءات التي تلبى من الرئيس أبو عمار رحمه الله أو من رئيس الوزراء، لكن قبل 5 سنوات وصل إلى مكتبي 3 من الطلبة المكفوفين المتفوقين الناجحين بالثانوية العامة بامتياز. هؤلاء الطلبة أسرهم لا تقدر على تعليمهم، وبالتالي قررت أن أكتب قصة نجاحهم وطرحها عبر الصحيفة كعبرة وكرسالة، وأدركت أن هؤلاء الطلبة الذين تفوقوا حتى على المبصرين هم بحاجة إلى من يرعاهم ويمد يد العون لهم، سواء كان رسميا أو شعبيا. وبالفعل عندما نشرت تلك القصة على الفور رئيس الوزراء آنذاك الدكتور سلام فياض تبنى تعليمهم حتى التخرج، إضافة إلى ذلك طالبة حصلت على معدل 99.3 في التوجيهي ولم تتمكن عائلتها من تعليمها وترغب طب ولم تحصل على منحة، نشرت قصتها ف
فاعل خير من القدس حضر فورا تبناها حتى التخرج وبامتي يعني وحتى على مرحلة الدكتوراه وسدد أيضا إضافة إلى أقساطها التزاماتها المعيشية. من هنا لمست أن هنالك مساحة يمكن أن نتوجه من خلالها إلى المجتمع المحلي، وبدأت بشكل منتظم أكتب القصص التي لم يكن ممكن أن تصل أو تحقق النجاح لولا صحيفة القدس. فنحن نتحدث أخت رانيا، يعني حابة أتوقف عند صحيفة القدس. طبعا صحيفة القدس هي من أعرق الصحف الموجودة عندنا بفلسطين، عشرات السنوات عمرها، يعني شيء جميل أن تتبنى هذه الزاوية، هذه القصص يوميا كمان. نعم حقيقة أنا كنت أقول أخت رانيا أن صحيفة القدس هي العمود الفقري وهي العنوان، هي الشريان، والآن يسميها أهل الخير هي بوابة الأمل. بالفعل صحيفة القدس التي أريد من خلال هذا المنبر أن أحيي كل من فيها، سواء المدير مدير التحرير أو المدير الدار المال وكل العاملين وكل الزملاء والزميلات، كلهم جنود متطوعين. يعني أنا البارز في الحملة، ولكن هنالك جنود مجهولين خلفي ومعي يعملون لإيصال هذه الصوت. حاليا أخت رانيا ننشر يوميا قصص العائلات الفلسطينية التي تعاني والتي تعيش ظروف صعبة ومهمشة من جنين إلى غزة. يعني الحملة أصبحت اسمها حملة الأمل لكي نزرع الأمل ولكي تبقى أبواب الأمل مفتوحة. نحن نستقبل كل قضايا المواطنين من كافة محافظات الوطن، سواء الطلبة أو ذوي الإعاقة أو العائلات الفقيرة والعائلات المهمشة التي للأسف ورغم جيش الجمعيات الكبير المنتشر بالوطن هي مهمشة ولا تحظى بحدودها. طيب أهمية تبني جريدة عريقة مثل جريدة القدس مثل هذه القضايا، خصوصا في ظل الظروف التي يعيشها شعبنا الفلسطيني الآن. يعني نحن نؤمن أخت، وكيف ممكن تكون هاي الرسالة للعديد من المؤسسات الإعلامية الموجودة في البلد؟ أنا لدي قناعة أن الإعلام هو السلطة الأولى وليس السلطة الرابعة بالمناسبة. إذا أتيح له أن يقوم بدوره يمكن أن يؤدي. في رمضان حملة الأمل وزعت مساعدات بقيمة 1,000,000 شيكل على المواطنين في شهر واحد. هذا يعني أن الإعلام إذا أتيح له أن يؤدي دوره بشكل طبيعي. الإعلام ليس له دور سياسي واقتصادي وقضايا يعني ما يحدث من حروب ومشاكل، أيضا هنالك قضايا الناس والمجتمع. أعتقد على الأقل مجتمعيا الإعلام مؤثر. نعم حملة الأمل وصحيفة القدس شكلت نقلة نوعية في مسار الإعلام الفلسطيني، بحيث أصبح هنالك إقبال من قبل المواطنين على التوجه إلى الصحيفة. تجاوب الناس مع هذه القصص الإنسانية المتبرعين وتجاوب المسؤولين أيضا كيف تراه؟ نعم التجاوب من قبل أهل الخير يعني لا يعني أخت رانيا أقول لك برائع. يعني أحيانا في غالب الأحيان أنا أستيقظ صباحا على صوت الهاتف يحمل البشرة يوميا أن هنالك متبرعين. لدينا متبرعين نسبة 95% متبرعين من أهل القدس. القدس بكل حصارها وظروفها وأوضاعها 95% من المتبرعين لحملة الأمل من مدينة القدس. في شهر رمضان جمعنا حوالي 1,000,000 شيكل وزعناها كمساعدات. أهل الخير الآن يقصدوننا عندما يريد أن يقدموا أي مبادرة خيرية، هم يتوجهون إلى حملة الأمل. بالمناسبة يعني نحن نعمل في مجالات متعددة، سواء مع ذوي الإعاقة كراسي كهربائية أو مع الأطفال المكفوفين طابعات بريل وهي غالية الثمن، أقساط الطلبة. الآن نحن ندفع أقساط 300 طالب وطالبة في الجامعات الفلسطينية. هذا كله بفضل ثقة وإقبال أهل الخير. أما رسميا هنالك تعاون مستمر وكبير من قبل الإخوة في مكتب الرئيس، الإخوة في العلاقات العامة، أيضا الإخوة في سواء الأخت أم اللواء رائد الفارس أم جواد، وأيضا من قبل الدكتور مدحت طه. هنالك بشكل مستمر التعاون في الوصول إلى المساعدات الإنسانية. مؤخرا الدكتور رامي الحمد الله وفورا نشرنا قصة طالبة كفيفة ظلمت بعدما تخرجت من الجامعة ولم توظف. فورا الدكتور رامي الحمد الله استقبلها وقدم لها وظيفة تستحقها. أيضا الرئيس قبل أيام، الرئيس محمود عباس أبو مازن، وزع قبل أيام 50 كرسيا كهربائيا على أشخاص من ذوي الإعاقة. وبالتالي أيضا قبل فترة يعني أنا بلغت من قبل العلاقات العامة في الرئاسة، كنت نشرت أخت رانيا قصة عن طالبة يتيمة بحاجة إلى قص.
أبلغوني بأن الرئيس قرأ القصة وشخصيا تبرع بقصة هذه الطالبة. يعني أكيد علي يعني عندك كثير قصص وأكيد بنحب نسمعها وبالتفاصيل كمان، يعني بس حابة أحكي في موضوع مختلف شوي، هل هذا واجب الصحفي؟ نعم، وقبل أن أقول عن واجب الصحفي أيضا أريد أن أقول وأوجه رسالة أيضا للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال للأسيرات والأسرى الأبطال. نعم. لدينا أختران يا أسرى تبرعوا، قرأوا القصص وتبرعوا بأقساط ومساعدات لعائلات فقيرة. هذا هو الشعب الفلسطيني يا خالي. هذا يؤكد شعبنا الفلسطيني. نعم، هذا الشعب الفلسطيني دائما معطاء، دائما مستعد يضحي ليحل مشاكل الآخرين من أبناء شعبه، لا يقفه قيد. نعم، ولا خلينا جدار. نرجع لموضوعنا، هل بالوضع الطبيعي هذا دور الصحفي؟ نعم، هذا دور يعني ومهم جدا. نعم. الصحفي مسؤوليته أن ينتمي لقضايا شعبه وأن يثيرها وأن يصبح صوت للناس المستضعفين والفقراء. نعم. ويركز عليها. نحن نركز على العائلات المتعففة. لو يعني هذه الحالات الإنسانية وجدت أذان صاغية في لدى الجهات الرسمية والجهات المعنية والجمعيات الخيرية التي تقدم هذه المساعدات، هل اضطرت للجوء للصحافة للحصول على هذه المساعدات؟ بالتأكيد لا، لو أعطيت حقوقها لما كانت. إذن بالأساس هو ليس دور الصحفيين، أنتم الآن تقومون باستكمال هذا الدور. دعيني أشير إلى أولا فضل. نحن نتكامل، نحن ليس بديلا عن أحد في حملة. نعم. الأمل يعني دعيني أعرف، حملة الأمل هي مبادرة وطنية شعبية خيرية دينية. نعم. هي إعلامية، هي تتكامل، نحن نتكامل، نحن مع باقي المؤسسات في تأدية دورها. نعم. ولسنا بديلا عن أحد، ولكن عندما نجد معاقا لا يمكنه أن يصل مدرسته بحاجة إلى كرسي ولا يوجد إمكانية لدى الوزارة أو السلطة ونتوجه. نعم. إلى أهل الخير ويوفروا هذا الكرسي، فهذا عمل رائع. عندما نجد الطلبة المكفوفين الذين يحتاجون إلى طابعة بريل التي هي بمثابة النظارات. نعم. واللابتوب لنا، ثمن الطابعة $950، وبالتالي لا تتمكن عائلتهم من توفيرها وهنالك عدم. نعم. إمكانية لدى الوزارة المعنية بتوفيرها ونتوجه يعني للمجتمع. الأخيرة. نعم، الفترة الأخيرة أستاذ علي يعني شاهدنا العديد من المبادرات من قبل الصحفيين سواء بمدينة رام الله أو بمحافظة نابلس وكمان في جنين بالمحافظات الشمالية والجنوبية للحصول على تبرعات من قبل المواطنين لسد احتياجات المجتمعية للناس المحتاجين وخصيصا للناس اللي بيقطنوا مناطق سين. برأيك هل هذا يكفي؟ دور الصحفيين هون بكفي؟ بالتأكيد لا يكفي. دور الصحفي هو همزة الوصل بين المواطن المحتاج وبين المسؤول. نعم. اللي بيقدر يقدم هاي الحاجة أساسا لا يكفي، لكن دعيني أشير إلى نقطة مهمة، أننا نسعى أساسا لنكون علاقة تكاملية. نعم. ما بين المواطن والمسؤول أو فاعل الخير. عندما لا يتمكن الجهة المسؤولة من تأدية. نعم. واجباتها فعلينا أيضا أن نقف متفرجين. لدينا عائلات لا يوجد لديها قوت يومي، وأنا يعني أحضر الكاميرا وأذهب أنا وإياك إلى عائلات لا يوجد لها قوت يومي. الآن تحصل على رواتب شهرية من خلال حملة الأمل. نعم. نقدم رواتب شهرية لهذه العائلات، وبالتأكيد ما دام هنالك تقصير من جيش الجمعيات المنتشر يعني أوكرانيا. نعم. نتحدث عن جيش ما شاء الله من الجمعيات. صحيح. الجرار في الوطن. صحيح. ولكن عندما تأتي إلى هذه الجمعيات ودورها وواقعها تلمسي هنالك تقصير، طلاب لا يتمكنون من تسجيل الجامعات. خلال خبرتك يعني لك سنوات تشتغل في بادرة أمل، خلال خبرتك برأيك التقصير وين؟ بالحصول على المعلومات الكافية، بالمسح الاجتماعي، إنه هاي عائلات محتاجة، دول طلاب محتاجين. التقصير أن الكثيرون من أصحاب الجمعيات عندما يصلوا إلى الكراسي يريدون الكرسي ولا يريدون تأدية واجبهم، هنالك خلل في التعامل مع الواجب والمسؤولية، وهناك بحث. أليس من دورك صحفيين ودورك أنت تحديدا كونك متخصص بهذا الموضوع لك فترة طويلة أنه تقوم بلفت نظر الجهات المسؤولة والمعنية لمن يتمجلسون على هذه الكراسي؟ وهذا الذي نقوم به أصولا من خلال حملة الأمل، نحن نعري يعني ونميت اللتام عن هذه الوجوه ونؤكد. نعم. يعني نوضح يعني عندما مواطنين يتسابقون لتأدية الخير والواجب من قبل أو عبر صحيفة أو عبر. نعم. صحفي، فبالتالي هذا يشير إلى وجود خلل وهنالك نقص وهناك غياب وهنالك إهمال وهنالك تهميش. هذه هي المشكلة. يعني على سبيل المثال. نعم. دعيني أكمل في نقطة صندوق الطالب المحتاج.
الطلبة يعني يفقدون مقاعدهم ويمكنهم التعليم ويمكنهم الاستمرار. نعم. لو كان هنالك فعلا من قبل المؤسسات والجمعيات التي تعنى بالطلبة. نعم. لما وجدنا طالب فلسطيني محروم من التعليم. طيب خلينا نحكي شوي عن المسوح الاجتماعية، كيف تتأكد من الحالات التي تصلك أو تتواصل معك؟ من خلال الزيارات الميدانية، نحن نقوم بزيارات ميدانية إلى هذه العائلات والاطلاع على وضعها، ثم نقوم بالحصول على وثائق إذا كان. نعم. مريض، أيضا الاتصال مع الشؤون الاجتماعية أو الجهات المعنية حتى تتكون الصورة. المشكلة لدى الكثير من. نعم. المؤسسات أنها لا تقوم بالزيارة رغم أن واجبها. بالزبط. لا تقوم بالزيارة. نعم. هل فكرت مرة قائمة الناس على الأقل هاي اللي أنت بتقول اللي بيعتازوا حتى قوت يومهم، هاي القوائم فكرت مرة بعرضها على وزارة الشؤون الاجتماعية، بعرضها على الجهات المسؤولة، بعرضها على المؤسسات الخيرية؟ يعني هنالك للحقيقة اتصال وتنسيق ما بين الشؤون الاجتماعية. نعم. ولكن المشكلة في النظام، يعني مثلا نظام أنه 750 شيكل تحصل عليه العائلة المكونة من 7 أو 8 أفراد من الشؤون الاجتماعية، وهذا نظام دولي. نعم. 750 شيكل لعاطل عن العمل، لا يمكنه العمل لأنه مريض. نعم. ولديه أسرة كريبة كبيرة، فمن أين ممكن أن يحصل ويوفر؟ نعم. وبالتالي يعني كان من الضروري. نعم. أن يكون هذا التدخل الصحفي الذي أنقذ حياة الكثيرين. نعم. من ضمن المساعدات اللي قدمتوها، هل قمتم بتأمين مشاريع صغيرة للعائلات المحتاجة؟ نعم، أمننا مشاريع صغيرة لذوي إعاقة في سلفيت وفي جنين وفي عدة مواقع. نعم. نشرنا قصصهم أهل الخير، بدل أن نقدم مبلغا معينا من المال. نعم. تم افتتاح محلات أو بقالات صغيرة، زوجنا في حملة الأمل كمان. لا هذا خبر بيستحق الوقوف زوجنا. عنه، بحب اسمع القصة، تفضل. نشرنا قصص عن أسيرات مناضلات. نعم. او أسرى مناضلين، تمت عملية الزواج ما بينهم. نعم. من خلال القصص التي قرأوها. نشرنا عن فتيات ماجدات متعففات رائعات مكافحات من اجل اسرهن. نعم. ولا يملكن سبل العيش، اهل الخير حضروا قدموا المساعدة. نعم. وعندما تعرفوا عليهم من صفاتهم التي نشرت بالجريدة وشاهدوها على أرض الواقع خطبوهم، والآن هم متزوجون ومتزوجات، وقريبا سيكون هنالك أيضا أطفال، يعني ستحقق أمنيات عائلات بإنجاب أطفال. جميل. من خلال حملة الأمل، حيث قمنا بمساعدتهم بجمع تبرعات وتقديمها لأشخاص. نعم. غير قادرين على الزراعة، وبإذن الله سيكون أيضا هنالك مواليد من حملة الأمل إن شاء الله. علي، يعني أنا فخورة بكل اللي بتعملوه أنت وطاقم جريدة القدس، أكيد يعني دائما شعبنا الفلسطيني شعب معطاء إلى الأمام دائما. علي، ودائما لك مكان في تلفزيون فلسطين بهذا البرنامج لنسمع منك هاي الأخبار الطيبة. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا هيك احنا بنكون انهينا فقرات برنامجنا لهذا المساء. الأسبوع القادم حلقة جديدة، انتظرونا. إلى اللقاء.